أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق. خلية الأزمة، إجراءات خاصة برمضان ستصدر في اليومين المقبلين. السلام عليكم متابعين الكرام، قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسون تحطون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم الأخبار العاجلة والمهمة من قناة أخبار العراق. حيث أكدت خلية الأزمة اليوم السبت صدور إجراءات تنظيمية خاصة برمضان خلال اليومين المقبلين، وقال عضو خلية الأزمة وكيل وزارة الصحة الدكتور جاسم الفلاحي لوكالة الأنباء العراقية أن هناك إجراءات خاصة بشهر رمضان ستتخذها خلية الأزمة خلال اجتماع في غضون اليومين المقبلين، لافتا إلى أن لجنة الأمر الديواني 55 معنية بتقديم مقترحات بشأن التعامل مع فيروس كورونا. وأضاف الفلاحي أن هناك اجتماعات لخلية الأزمة التي سترفع توصيات للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، وسيتم تقييم هذه المرحلة بدقة، وشدد على ضرورة أن تكون الخطوات محسوبة بدقة فيما يخص تخفيف الحظر، مؤكدا أن خلية الأزمة لا تريد أن تضيع المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا. وحذر الفلاحي من التهاون والاسترخاء في مواجهة كورونا، موضحا أن هذا الوباء عابر للحدود والقارات ولا يمكن إغلاق الباب أمام عبوره. أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق.